السلام عليكم. ان شاء الله اليوم في الدرس الاول غادي نحاولوا نتعرفوا على الطريقه ديال التحريك ديال الاجسام في افتر افكت، اللي يعني الحاجه اللي مهمه جدا في افتر افكت واللي كتميز بها على الجزئيات الاخرى. على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه كما قلنا المره السابقه، يمكن لك دير حتى شي حاجه في افتر افكت الا ما كليكتيش على كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، نعطيو الاسم ديالها كيفاكو مثلا، نعطيو المقاس بال دي في اللي كنا غادي نبقاو نخدمو به الطيله ديال هاد الدوره هادي. ابخي غادي نكليكي اوكي. الان غادي نحاولو نرسمو مثلا دائره او مربع او شيء ما هنا، باش غادي نحاولو نقوم بالتحريك ديالو. فقط كنجيو هاد ليكرون اللي هنايا، كليكيو عليه حتى نختارو دائره، ارسمو مثلا واحد الدائره بحال هكا. كما تلاحظوا على ان الدائره هذه ملي كنبقى يعني نبغي نكرييها ما كتكرييش مقاده، فقط كليكي على كنترول شيفت يعني وهما تيقادوا لي الدائره بحال هكا فقط. وهنا قدك الوغ دابا شنو بغينا؟ غادي نتعرفوا بعدا على المزايا ديال ترانسفورم، يعني شنو هما، عاد ابقي غادي نحاولوا نحركوا هذه الدائره هذه. غنجيو هنايا غادي نلاحظوا على ان ترانسفورم اللي قلت لكم شنو كاين وسطا، كاينه انكور بوينت هادي شنو معناتها؟ يعني المركز ديال ديك الدائره. الى رجعنا لشاشه العرض تتبان لنا هاد الدائره هادي هي الانكور بوينت، يعني هادي هي المركز ديال الدائره. دابا الى يعني الى قمت بواحد روتيشن، روتيشن يعني واحد الميزه كاينه ترانسفورم، يعني مثلا يعني بغيت الجسم نقوم يقوم بواحد الدوره مثلا، بما ان هذا هو المركز ديال هاد الدائره هادي، فالى غادي ندير واحد روتيشن فهو غادي يبقى يدور يعني على ديك الدائره، على ديك المركز، يعني الدائره غادي تدور على المركز فقط. الى جيت هنا لهاد ليكرون اللي فوق متبين بهاند، كليكيت عليها وشديت هاد المركز ورديته وسط الدائره مثلا، تقريبا وسط الدائره، ودرت واحد روتيشن واحده اخرى فقط، غادي نلاحظ على ان الدائره غادي تبقى تدور في بلاصتها، يعني لان هذاك هو المركز ديالها اللي ولا. ابخي كاين سكالي يعني يعني فقط، فهو الى زدت فيه فهو فقط في يعني الجسم تكبر، يعني ابقى ولي فغار بحال هكا. اوبيسيتي في يعني فقط يعني اللون ديال يعني واش يعني واش يكون مغلوق مفتوح يعني بحال هكا. يعني بعد ما تعرفنا على هاد على هاد المزايا ديال الترانسفورم، فأهم ميزة يعني هي هاد بوزيشن. هاد بوزيشن هي مسؤولة على الحركة، يعني السيليكسيون جا بحال هكا، يعني كنلقاو على أنها كتكري لي واحد على شكل مربع صغير على شكل معين وفيه اللون الأصفر فقط. ملي كنشوف داك اللون الأصفر يعني لأنهم مأكتيفي. فأبخي غادي نكحز شوية يعني كنقول ليه يعني أن سميتها بوزيشن، يعني البوزيشن ديال هاد الدائرة هادي في اللحظة 0 0 بغيتي تكون هنا مثلا فين ما هي كاينة أصلا، يعني في اللحظة اللي غادي في هاد اللحظة هادي اللي غادي نكحز هنا في هاد البلاصة هادي، بغيت هاد الدائرة تولي هنا. أبخي عاوتاني بغيت في هاد اللحظة هادي الدائرة تولي هنا، وكذلك نزيد شوية هكا بغيت هاد الدائرة مثلا ترجع بلاصتها. ملي غادي نرجع نطلق لافيديو ديالي غادي نلقى على أن الدائرة كتمشي، يعني كما قلنا كتبدل البوزيسيون ديالها فقط هذه بالمعنى هذا. الان واحد الميزه كاينه اللي سميتها موشن بلر، شنو الدور ديالو؟ يعني كيعطي واحد هو هذا ليكون هذا فقط، كيعطيك واحد يعني جماليه الحركه او الواقعيه لا رياليتي واحد شويه. ملي كنكليكيو عليه من هنا باش ناكتيفيو، ابخي كنسيليكسيونيو هنا تعطيونا ثلاثه ديال لي كارو، من بعد نعرفوا هاد جوج شنو علاش كيصلحوا، وهنا كنأكتيفيو هاك. شنو تلاحظوا؟ على ان ديك الدائره يعني ولات شويه ضبابيه، يعني انك انت اصلا ملي كتشد واحد الدائره مثلا وتلوحها يعني ما كتقدرش تشوفها صافيه، يعني كتلقاها يعني كتبان لك واحد شويه ديال الضبابه وهذه. وكذلك يعني كنحاول ندير واحد شويه ديال الحقيقه في الفيديو ديالنا كما تنشوفوا، يعني كنلاحظوا على ان الدائره ملي كتحرك تتحرك يعني شويه يعني حقيقية. الان غادي نحاولوا نتعرفوا على واحد الحاجه اخرى نفهم هذه الدائره، نحاولوا نكتبوا واحد التكست هنايا عندنا في شاشه العرض. فقط كنجيو لهذه المنطقه اللي كنا هضرنا عليها ديجا سميناها تايم لاين، فقط نيو
التكست ونكتبو التكست ديالنا مثلا كيف هاكو. ابخي غادي نحاولو نقومو بالتلوين ديالو، مثلا نختارو ليه اللون. انا بغيتو مثلا يكون احمر بحال هكا، ولكن بغيت هاد او هادي تكون بالاسود، صار الاسود. ابخي غادي نحرك حذوها شويه نجيبها الوسط. كعطينك هنايا واحد يعني بعض ديال الاشياء اللي يمكن لك تقوم بها لهاد التكست اللي كتبتي، مثلا اما انك تكبرو بحال هكا تصغرو تكون الطول ديالو، او انك تزيد ليه في الطول، او انك تزيد في العرض بحال هكا. المهم المهم الان غادي نحاولوا نتعرفوا على هاد، نحاولوا ندخلوا شي فعل هاد على هاد التكست اللي كتبنا. يعني غادي نجيو لها هنايا نلقاو انيميشن ريسيت، نكليكيو عليها نلقاو واحد الحاجه سميتها التكست، كليكيو عليها نختاروا يعني داك الشكل اللي بغينا. مثلا نختاروا هادي انيميت ان، نختاروا الاولى فقط، كنشدوها ونسحبوها نجروها لهاد الشريط اللي عندنا هنايا وتلقى حركة. ملي غادي نطلق لا فيديو ديالي شنو غادي نلاحظ؟ على يعني ديك لافي غادي يعني غادي دير الدور ديالها حركة، يعني غادي تحاول ديك الكتابة تتغير. يعني هنا كيتجلى الدور ديال ديك موشن بلير اللي كتليكون، يعني الى حاولت نضيفها غادي تعطيني واحد الجمالية كبيرة للافي اللي زدت ليه. غادي نلاحظوا لانها غادي تولي شويه زوينه، لاحظنا باش كملنا في الاول، الان ولات واحد شويه الجماليه. الان غادي نحاولوا، لما عجبنيش هاد الليفه ديال اللي ضفت غنحاول بغيت نحيدو. غادي ندخل لهنا، ندخل لداك، غادي نلقى هادوك القاهم هنايا فقط، غادي نكليكي على سيبريم من الكلافي، غادي نمشي كلشي فقط، نكليكي على كونترول زد الا بغيت نرجع اي رجع شي حاجه يعني مشات. نعاود ندخل لديك التكست، يعني هذه وهذه، كنسيليكسيوني مثلا الاول ونمسحو، سيليكسيوني الثاني ونمسحو. الان هذه كانت شي هادشي اللي قلنا اليوم، كان هو الدرس الاول. يعني حاولنا نتطرقوا بزاف ديال الاشياء، ان شاء الله الدرس الثاني غادي نحاول نتقدموا اكثر ونعرفوا شي حاجه اكثر ان شاء الله. انا المهم ديالي انني غادي نوصلوا الاحترافيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.